طيب يبقى انتوا الاثنين مجمعين انه من الممكن الا تكون هناك استقاله لاتحاد الكره، لكن ده لا يعنيني قوي يا ايهاب بقدر ما يعنيني المباراه نفسها. ازمه غالي نبيه اللي فرضت نفسها على الساحه بقوه تلاشت زي اي ازمه بتطلع عندنا بعنان السماء وبعدين فجاه ما تلاقيهاش. شايف انها تلاشت تماما، انتهت تماما اختيارات المنتخب اللي كان فيها احمد فتحي وحسام عاشور، ثم خرج حسام عاشور للاصابه. شايف انه جهاز المنتخب كان عنده من الذكاء ما يكفي انه يتعامل مع هذه الازمه، كلام كوبر قدر يخلص المشكله ولا لسه هيكون لها توابع؟ هو طبعا يعني كوبر انا بحييه، كوبر ثبت من الموقف ان هو شخصيه قويه، شخصيه على يعني قادر ان هو ياخد قرار وعارف هو بيتعامل مع مين، عارف ان هو حسام غالي كابتن النادي الاهلي معاه مجموعه من عشاقه سواء من اللاعبين او الجمهور، ولكن الراجل ما بصش الامور اكبر من كده، ما بصش يعني تحت رجليه، هو شاف مصلحه فرقته ومصلحه منتخب مصر. انا كان جمعني لقاء مع مستر كوبر قلت له انت انا بغلطك لان انت في نيجيريا لما رجعنا على الطياره المفروض مجرد ما عرفت ان حسام غالي قاد حمله للتمرد او قاد مجموعه من اللاعبين ان هم ما يلعبوش او عمل مشكله مع مدرب الفرقه كنت المفروض تاخد قرارك، وكان محمود طبعا فايز بيترجم له، كنت المفروض تاخد قرارك من وجهه نظر كمدير فني المنتخب باسمه وحجم منتخب مصر. لو هو عمل كده لو هو عمل كده الكلام اللي تردد يعني لو هو عمل دوت كنت تاخد قرارك ان هو ما يكملش مباراه برج العرب وياخد شنطته من برج العرب ويمشي. قال لي صدقني انا الكلام دوت ما عرفتهوش الا بعد ماتش برج العرب واتاكدت منه وقراري انتظره. ما اعتقدش انه ممكن لعيب في وزن وحجم وخبره حسام غالي ياخد حمله التمرد، ممكن يكون هو غاضب لا لكن لما ياخد حمله التمرد للاعبين شايفها صعبه قوي. هقول لحضرتك على حاجه، انا احنا كنا على الطياره في التوقيت دوت واتعملت قعده عرب واتعملت يعني عشان ما اخدش بس في تفاصيلها واتعملت قعده عرب وكانت في حركه غريبه على الطياره احنا مش فاهمين فيه. نعم يا اللعيبه بتروح الفيرست تقعد في الفيرست مجموعه تجري تجري ومجموعه تقع ومجموعه تجري. بعد كده بدانا نكتشف ان كان في ازمه فعلا. الازمه ما كانتش على الطياره، الازمه كانت في الاوتيل. نعم. وحصل الخلاف وحصلت المشكله. فانا يعني شوف حضرتك حسام غالي انا طلعت سفريات كتير جدا مع النادي الاهلي، حسام غالي يقدر يعني ايه لاعب كوره او يقدر يعني ايه قيمه كابتن، يعني انا شفت له مواقف بيشيل الثلاجات يعني مثلا كان في زامبيا في احدى المرات وكان الشيف بتاع النادي الاهلي محمد الدالي نزلنا المطار ما كانش فيه يعني ما كانش فيه عمال وكان فيه اضراب تقريبا في المطار، بقى هو عماد متعب يشيلوا الثلاجات مع الراجل من العربيه ويشيلوا الحاجه. فهو يقدر نموذج لكابتن فما كنتش اتمنى ان حسام غالي يبقى طرف في اي اشكاليه بهذا المنطلق. واحنا مش هنقول لا ده ما عملش، لا هو نفسه طلع وحصل مكالمه ومداخله وتبين ان في ازمه ما بين حسام غالي واسامه نبيه. طيب احنا مش مختلفين انه كان هناك ازمه، انا بكلمك عن طرق علاجها، شايف انه يعني تم علاجها بشكل جيد؟ هل مش هيكون لها اثار مستقبليه؟ لا مش هيبقى لها اثار مستقبليه لان كوبر استبعد حسام غالي. اعتقد ان حسام غالي عنده من الخبره اللي تخليه يستفيد من الدروس اللي بيتعرض لها، هو لعيب يعرف يعني ايه قيمه منتخب مصر في نادي منتخب مصر وان ينهي حياته كلاعب دولي، ان انت ان شاء الله رايح البطوله ومهم تواجدك هتكون كابتن منتخب مصر.